هلا انا بحكيكي هلا بشكل هيك شخصي وعن جد. فايا يونان غنت لوجع وعملناها هيك اول شيء يعني كثير بعفويه وارتجال اذا بدك، فبعدين قررنا انه لا بدنا نعملها بشكل محترف. فكانت البدايه مستقبل سوريا هو بإيدين ولادها، يعني أنا دايماً بقول إذا نحن ما رجعنا عمرناها ما حدا حيعمرها. لتستمر على أمل وجوهاً حزينة وأضواء زينة. أنا وكتار مثلي أنا اليوم لما بشوف أخبار وسياسة مك إنه خلص تعبنا، يعني أنا شخصياً بطفي التي في يمكن. في لقاء خاص على تلفزيون الآن لصخرة في الأوقات التالية وجه بحار قديم.